السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم في نقطة مهمة جدا، وهو ازاي لأي مبرمج طبعا دوت نت شغال مثلا سي شارب او في بي، ساعات بتحصل وبيجي مثلا نكون اشتغلنا نسخة معينة ورفعناها عندنا على اي سيرفر، وبعد كده النسخة اللي موجودة عندنا على الجهاز حصل فيها مشكلة او جه فيروس بوظ كل الملفات اللي عندنا وخلاها كلها انكربت يعني. طبعا دي بتبقى مشكلة بالنسبة لنا، لان احنا ما بيكونش عندنا الوقت ان احنا نشيل نسخة اللي احنا عملناها الاخيرة ككود، نشيلها مثلا في سيف سايت كده على جنب على هارد اكسترنال ولا حاجة. فطبعا دي بالنسبة لنا بتسبب لنا مشكلة، ففي اللحظة دي احنا محتاجين ناخد الملف الدي ال ال اللي موجود على السيرفر، لو احنا رافعين ملف دي ال ال بس من غير الكود او من غير ملفات الفي بي الكود يعني، فبنضطر ان احنا نعيد الكود بتاعنا تاني، او عندنا نسخة قديمة. النسخة القديمة دي بنكون مثلا عملنا مثلا النسخة بتاريخ مثلا 1/1، دي اللي احنا عملناها، والمفروض النسخة الجديدة مثلا بتاريخ 1/3، يعني مثلا فرق بين الاتنين شهرين شغل. فطبعا للأسف خلال الشهرين ده ما اتخدش نسخة. فطبعا عايزين نعمل ايه؟ في عندي برنامج اسمه دوت بيك، وطبعا ده اللي هو او الجيت بينز دوت كوم، ده الموقع بتاعه. بندخل عليه عادي، وبعد كده بنعمل طبعا احنا بنقول هنا الدوت نت، وبعد كده طبعا بندخل بنشوف اللي هو الدوت بيك. يبقى كده زي ما قلنا الموقع اسمه جيت بينز دوت كوم. بعد كده بندخل على الموقع بنبص كده مثلا تحت، طبعا احنا نشوف اللغة اللي احنا اشتغلنا بيها اللي هي ايه. احنا بنشتغل مثلا بالدوت نت، دوست دوت نت، جاب لي الحاجات اللي احنا ممكن نعمل لها داونلود او احنا ممكن نحتاجها عندنا. انا عايز الدوت بيك، اروح دايس على داونلود ويبتدي هنا بختار بعمل داونلود، بينزل عندي الفايل بتاعي. بعد ما اعمل له داونلود واسطبه بيجي لي الملف بتاعي او الفايل بتاعي زي ده شورت كات. طبعا لما بيبانش عندي فباجي افتح بلاقيه مثلا كده هنا، بروح انا مثلا فاتح واعمل مثلا مور اوبن فايل لوكيشن، وهو ده الفايل، راح اعمل كليك يمين سند تو شورت كات ديسك توب، وبيجي لي على الديسك توب زي ما احنا شايفين كده. بروح فاتح الفايل بتاعي ده، بيعمل لودنج كده، وبعد كده بعمل منه براوس على ملف الدي ال ال علشان اقدر اجيب الداتا اللي جوه. دوس هنا مثلا، ماشي كده فتح، اقول له هنا اوكي خلاص اوكي. انا كده يعني فتحت الفايل دي، بقول له مثلا اوبن، ورحت للفايل بتاعي ده فايل الدي ال ال، فتح الفايل الدي ال. لو انت جيت تبص في اي حاجه هنا هتلاقي كلها اللي هي اللايبرز اللي انت اشتغلت بيها في البروجكت بتاعك ده. كل ده مش هيفرق معاك في حاجه، كل ده الحاجات اللي انت اشتغلت بيها بس، لكن مش هيفيدك ده بحاجه. اللي هيفيدك بيه اللي هو اسم الكلاس، اسم الملف الدي ال ال. نقفل ده كله ونقفل ده نقفل ده، كل دول كده نقفلهم، حتى نقفل ده. بيجي هنا الفايل ده اسم مثلا البروجكت بتاعي او اسم الدي ال ال فايل اللي انا عملته، حتى مكتوب هنا في مثلا فريم ورك 4، بدوس عليه. باجي هنا تحت برضه هلاقي الريسورسز او الريفرنسز، مالناش دعوه بيها، هنلاقي هنا ادي الملف بتاعي، ودي كلها حاجات انا مثلا اشتغلت عليها. بعد ما انا اشتغلت عليها فاقول له هنا مثلا اي حاجه، مثلا اد فلات، هروح جاي هنا على اد فلات، نشوف كده، لو ادوس هنا عليه مش هيجيب هنا حاجه، افضل انزل هنا في البيج لود، بيج لود ده ويتنج، اداني هنا ايه الكود بتاعي. ادي مثلا الكود سواء الامبورتس اللي انا عملتها او الحاجات اللي انا كنت عاملها لل الفاريوز اللي كنت عاملها في الاول،
وبعد كده ابتدى يدخل على الكود بتاعي زي ما احنا شايفين، وازاي بنعمل تشيك اوثنتيكيشن، وازاي بن مثلا لو انا مثلا جيت بعمل جيت الاثورايزد بيج، لو انا عندي صفحه معينه وعايز اجيبها واعرضها بطريقه معينه، وازاي مثلا بفل حاجه معينه، يبقى كده احنا ازاي بنعمل مثلا تشيك للاي بي ادرس. لو انا عامل الشغل بتاعي بيعمل بيتشيك على اي بي ادرس، ادي جمله مثلا السلكت، وادي الكودنج وازاي بيكاونت وازاي بيعد. في شغل تاني خالص بيتعمل في الكود، المهم ان هو هنا بيقرا الكود بتاعك زي ما انت عامله تماما، وازاي مثلا لو انت عندك داتا جريد ازاي مثلا بتعمل ال HTML داتا سيل بريبيرد، وازاي بتشوف الايفنت بتاعه، او ازاي بتكتب الكود بتاعه، ومثلا لو في حاجه معينه فلاج كده ظاهرة مثلا باسم شاغرة او مثلا تسوية، بتديها مثلا بلون هنا معين، مثلا الباك كولر او الفور كولر، يعني كلها بتبقى زي ما احنا شايفين كده حاجات موجودة عندنا. وكده انا قدرت اجيب الكود بتاعي تاني، واقدر طبعا هشتغل بنفس الطريقة بالكود بتاعي. اه طبعا الدنيا اختلفت، ولكن ده للناس اللي بيحصل عندها مشكلة وما بيكونش خد منه نسخة. طبعا نتمنى ان شاء الله يكون البرنامج ده مفيد بالنسبة لكم، لان فعلا الكود لما بيضيع بتضيع معاه حاجات كتيرة جدا احنا في غنى عنها، وبنرجع نتعب، وحصلت مع الواحد كذا مرة، وللأسف واحد ما بيتعلمش، لان مثلا بيجي من يوم ليوم بلاقي نفسي مش قادر ان انا اشيل نسخة، مع انها مش هتاخد معايا ثواني، ولكن ده بيكلفني بعد كده ايام وليالي. اتمنى ان شاء الله ان يكون البرنامج ده هنفعكم، واتمنى ان محدش ينسى الحاجة دي زي ما انا نسيتها قبل كده، وضيعت مني شغل كتير، واضطريت ان انا اعمله من اول وجديد زي ما كنت وزي ما انا فيه النهارده. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.